من المي عم تنزل، من تقوم تنزل المي ما يظل سمك، ما عندنا لا ارض ولا شيء الا شغلتها السمك، من نطلع منها ما في شيء. تنحسر مياه بحيرة الأسد التخزينية لسد الفرات بشكل غير مسبوق. انخفض مستوى مياه البحيرة إلى نحو 5 أمتار، مخلفة مساحات جافة كانت قبل أقل من شهر موطنا للأسماك والحياة الطبيعية هنا. واقع بات يشكل قلقا يهدد المورد الاقتصادي لأبناء المنطقة. لا يصير النقص عندك يعني عوض ما مثلا كنت تلقى لك سحار السمك ممكن تلقى لك يعني شغلة 10 كيلوات لا أكثر ولا. خفضت تركيا كمية المياه المرسلة إلى سوريا والعراق إلى نحو النصف في تجاوز صريح لاتفاقية عام 1987 التي نصت على حصة لا تقل عن 500 متر مكعب في الثانية لكل من بغداد ودمشق. طبعا يقوم حاليا بتخفيض الكمية المياه الواردة من نهر الفرات وهي حصة سوريا والعراق طبعا وفق الاتفاقيات الدولية، وهذا طبعا استمرار التخفيض هذا سيؤدي إلى يعني تأثير على كان بما يخص قطاع مياه الشرب أو قطاع الري. انخفاض منسوب المياه في سدي تشرين والفرات فرض برنامج تقنين لمياه الشرب والري في حلب شمال سوريا، مشهد ينسحب على إنتاج الكهرباء في سد تشرين الخاضع لسيطرة مسلحي قسد بريف حلب الشرقي. نتيجة انخفاض المنسوب الهائل وانخفاض الضغط المائي ما بين الحبس الأعلى والحبس الأدنى في بحيرة سد تشرين وبحيرة سد الفرات، العنفة عم تنزل ل 70 ميجا. مشروع جنوب الأناضول أو ما يعرف بجاب باتت تبعاته تهدد كلا من سوريا والعراق في ظل الانحسار الكبير لمياه نهري دجلة والفرات ومضي تركيا في استغلال حالة عدم استقرار بلاد الرافدين والشام لتتفلت من معاهدات تنظيم حصتها وجاراتها من مياه النهرين. رضا الباشا من على ضفاف نهر الفرات في ريف حلب الشرقي، الميادين.